للملك فيصل بن عبد العزيز ما أرسى عليه أخيه الملك سعود بن عبد العزيز من قواعد النهضة التعليمية، فشهدت المنظومة التعليمية طفرة غير مسبوقة على جميع الأصعدة، فاستكمل مسيرة وحافظ على إنجازاتها وعمل على تطويرها وزاد عليه ليبدأ عصر الانطلاق في المجال التعليمي. وكانت من أولى اهتمامات الملك فيصل هو تطوير الجامعات واستحداث أقسام جديدة حتى تتحقق النهضة التعليمية. بالنسبة للوالد والوالدة الله يرحمهم، كانوا مرة مهتمين بالتعليم عامة، يعني مش بس للمرأة، وكانت نظرتهم بالنسبة للتعليم مستقبلية جدا، لأنه كانوا يبغوا يبنوا وطن متعلم عنده معرفة كبيرة في ديننا الحنيف وفي المعاملة مع الناس وفي الحياة عموما، كيف يتسلح الإنسان بالتعليم وبالمعرفة وكيف يقدر ينمي وطنه وينفع مستقبله. فكان الاهتمام كبير من جهات مختلفة. أول مدرسة فتحوها لنفرض في الطائف كانت المدرسة النموذجية، كانت مفتوحة للنساء والرجال، للبنات والأولاد، لكن القسم اللي للبنات ما حد دخل بناته، ما كان في غير أخواتي واثنين أو ثلاثة من الأصدقاء، فقفلوا قسم البنات وخلوا قسم الأولاد، بس كانت مدرسة داخلية ونموذجية، يعني كانوا جابوا أفضل المعلمين من مصر من دول مختلفة عشان يأسسوا إيش اللي حيعلموه هناك. كانت متكاملة من كل جهة، وكانوا الحمد لله يعني كل اللي تخرجوا منها دخلوا على طول في خدمة الوطن. التعليم كان في المملكة العربية السعودية بدأ بيد الموحد الملك عبد العزيز في فقط كتاتيب ومدارس غير نظامية، لكن في عهد الملك سعود أخذ شبه نظامي التعليم وانشئت بعض المدارس النظامية. 1959 أنشئت مديرية إدارة المعارف، لكن في عهد الملك فيصل أخذ التعليم أكثر رسمية ونظامية وانشئت الرئاسة العامة لرعاية البنات عام 1979. قبل ذلك أنشئت بعض الكليات الخاصة في البنات. الملك فيصل شجع التعليم في المملكة العربية السعودية تشجيعا معنويا وماديا، وأعطى بعض المكافآت لمن يدرس من البنات في المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية. ولا ننسى أيضا دور الملكة عفت زوجة الملك فيصل بتشجيع تعليم الفتاة، وأنشأت مدارس مثل مدارس دار الحنان ومدارس الثقر في المملكة العربية السعودية لتشجيع الفتاة للدراسة. ذلك يعتبر عهد الملك فيصل الانطلاقة الحقيقية لتعليم الفتاة في المملكة العربية السعودية، ولا سيما أن الملك فيصل كان مهتم في تنمية الفتاة تعليميا وتربويا. كان جزء من نظرة الملك فيصل أن التعليم هو مشعل الذي يضيء نصف الأمة، لذلك الملك فيصل كان دائما حريص على التعليم، وحرص الملك فيصل في خطاباته على تعليم المجتمع من ضمنهم الفتاة، على الرغم من كانت هناك معارضات من قبل المجتمع في تعليم الفتاة، حتى أن في بعض الكتب والمصادر أن الملك فيصل كان يرسل رجال الشرطة يرافق الفتيات إلى المدارس. عدد المدارس التي أنشئت في عهد الملك فيصل للبنات والبنين كثيرة جدا، أكثر من 450 مدرسة، وبلغ عدد الطلاب والطالبات أكثر من 70,000 في التعليم العام. في التعليم الجامعي أنشئت أكثر من جامعة في عهد الملك فيصل، بعضها أنشئ في عهد الملك سعود لكن بعضها طور وأنشئ في عهد الملك فيصل. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الإسلامية في المدينة، وجامعة الملك سعود كانت موجودة في عهد الملك سعود لكن طورت في عهد الملك فيصل، طورت تعليميا. في البداية كانت هناك معارضة على تعليم الفتاة، خاصة أن بعض مدن المملكة يرون أفضل التعليم هو فقط التعليم الديني، ولكن لما طرحت فكرة تعليم الفتاة بشكل عام من جميع المختلفات المواد التربوية والعلمية، كان الملك فيصل يتناقش مع بعض العوائل أو بعض المدن خاصة من أصحاب القرى لتعليم الفتاة. كان هناك شبه رفض لتعليم الفتاة، ولكن الملك فيصل حاول بحكمته أن يجعل بعض المدن تتقبل تعليم الفتاة وأن يكون التعليم ديني مصاحبه تعليم علمي وإنساني.
درست 60 شابة سعودية في جامعة الرياض وحصلنا على التعليم الجامعي، ومع تعاقب الأحداث والسنين أكد هذا القرار كنقلة نوعية في تاريخ المرأة السعودية. كنت أول سعودية تحصل على الدكتوراه من الغرب. أول سعودية أحصل، وأنا وأول هي يمكن مش أول، يمكن حصلنا إحنا الاثنين، ولكن أنا الوحيد أنا اللي رحت، يعني غير هذا المملكة. مين اللي حصل معك؟ اللي حصل في نفس الوقت أعتقد سوريا التركي، أعتقد هي في جامعة الأمريكية يعني. لكن أنت رجعتي للسعودية. أنا رجعت للسعودية. إيش اللي خلاك يعني تعودي للسعودية؟ حب الوطن، حب خدمة الوطن. شفت في الأجانب بيخدموا وطنهم، ليش أنا ما أخدم وطني؟ وطني محتاجه. وكنت في هذا الوقت، خصوصا في هذاك الوقت، ما كان في عدد السيدات اللي هم يخدموا الوطن، كان فيش التعليم، كان سباد بالنسبة للمرأة السعودية، يعني تعليم بدأ متأخر في المملكة ومضى بسرعة. في بداية عهد الملك فيصل كان هناك عدم تقبل من المجتمع في دراسة الفتيات، ولكن بعدما الملك فيصل أعطاهم الدعم المعنوي والمادي، وأعطى الملك فيصل أيضا بعض المدن الهدف الرئيس من التعليم، بدأت الفتيات تتوجه للجامعات. فكانت أول مجموعة 60 شاب يدرسون في جامعات المملكة العربية السعودية، وأخذ العنوان هذا ووضع في بعض الصحف العربية والعالمية. كان له رؤية خاصة بدراسة اللغة العربية، ليست لأنها لغتنا الأم، ولكن لأن دراسة العلوم الدينية لا تصح إلا بإتقان العربية، ولذلك حرص بإقامة معهد اللغة العربية والذي اختص بتدريس علوم اللغة دون غيرها. وإضافة لذلك أوجد قسم خاص لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. السبب أن الملك فيصل ركز على اللغة العربية لأنها لغة القرآن، وأن العرب لابد أن يعرفوا بعض العلوم بلغتهم، خاصة العلوم التي تنقل من اللغة الأجنبية لا تكون نفس العلوم التي تدرس باللغة العربية. فركز الملك فيصل رحمه الله على اللغة العربية لتكون هي اللغة السائدة في التعليم، وأيضا كلا تنافى مع بعض الكتاتيب التي كانت تدرس القرآن والمواد الدينية باللغة العربية، فتكون متوازية لها وليست متعارضة. تسير قيادة المملكة على نهج الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود منذ توحيد المملكة، وهو نهج التدرج. فعند الحديث عن التغيير الاجتماعي نجد هناك من يرفضه دون تحديد أسباب، والعكس بالعكس يذكر. هو ما كان مهتم بس في حقوق المرأة، يعني كان هو أهم حاجة عنده كان حقوق الإنسان في الدين الإسلامي وفي الشريعة، وكانت هي أساس كل شيء عمل به في وقته. كان في خطابات الملك فيصل السياسية دائما يخاطب المواطنين والمواطنات ولا يفرق بينهم، فدائما يذكر الملك فيصل إلى أبناء المواطنين وأبناء المواطنات، وكان الملك فيصل في ذلك الوقت يعتبر هو النصير الأول لقضايا المرأة في المملكة العربية السعودية، على الرغم من كان هناك بعض من رجال الدين كان يقف في وجه الملك فيصل، لكن الملك فيصل كان يجابههم باسم المرأة فيتكلم باسم حقوق المرأة. صاحب الجلالة، إن لديكم خططا كبيرة للمملكة العربية السعودية ولتطورها، فما هو في وجهة نظركم كيف تتصورون المملكة العربية السعودية وعما تصبح عليه في مدى 50 عاما من الآن؟ قد لا يكون التطور الحادث مرضيا لطموحنا، ولكنه يتميز بأنه مدروس، وأنه أقصى ما يمكن تنفيذه عملا، ونحن نريد أن تكون هذه المملكة الآن وبعد 50 سنة من الآن إن شاء الله مصدر إشعاع للإنسانية والسلام، يسكنها شعب مؤمن بالله يحتفظ بتقاليده المنبثقة عن تعاليم الإسلام والأخلاق العربية الأصيلة، ويبني البلاد على أسس راسخة من الإيمان والأخذ بالعلوم الحديثة الحضارية النافعة